أرض السمر، عالمنا الجميل. هذا المكان كانت تتجلى عبادة الإله الأعظم عند الفراعنة، الإله آمون. هذه المدينة الوادعة بكل مكونات الجمال فيها، تجد فيها مزيجا سكانيا كبيرا. نحاول الوصول إليهم، نستمع إلى أغانيهم، إلى رقصاتهم الشعبية، ونشاركهم في هذه العادات والتقاليد القديمة. في منطقة السبالوجا وعلى ضفاف الشلال السادس تعيش قبائل العرب بين النيل والصحراء، تلك الخلطة الخاصة بهذه الديار الساحرة. إذا أراد السودانيون أن يعبروا عن قدم أمر ما وعراقته في هذا الزمن، يقولون إنه من زمن حفر البحر. البحر هذا هو النيل. يقول أستاذنا البروفيسور عبد الله الطيب، رئيس مجمع اللغة العربية رحمه الله، إن النيل كما يقول الجيولوجيون كان يقف عند الحاجز الجنوبي لهذه الجبال، جبال جري التي نحن فيها، أو جبال السبالوجا كما أطلق عليها لاحقا. وعندما رأى الناس أن من يسكن من ورائنا في الصحراء لا يجدون الماء الكافي، فإن أحد ملوكهم القدامى أمر أتباعه وجنوده أن يحفروا هذه الصخور وأن يجعلوا من بينها أخاديد وجنادل لكي تصل إليها مياه النيل وتمتد شمالا. لم يكن يظن أن هذه المياه ستظل تجري وتجري وتجري حتى تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. التحدي شمال العاصمة الخرطوم. ننفصل الآن من الطريق متجهين نحو قرية على ضفة النيل، يقولون إنها كانت عاصمة العرب. هذه الطريق الرملية عبرتها آلاف سنابك الخيل يوم أن اجتمع العرب تحت إمرة القائد عبد الله جماع قبل نحو 500 عام، وشكلوا تحالفاً عربياً مسلماً كبيراً عرف باسم العبد الله. في الطريق إلى مرتفعات المدينة العسكرية للعنج في جبال جري، كان لابد لنا أن نقف هذه الوقفة لنستمع إلى قصة ذلك الرجل الذي تمكن من إخضاع مملكة علوة وإخضاع العنج في تلك المنطقة. لابد لنا أن يكون بين يدينا رجل محترف أكاديمي يلقي لنا الضوء على هذه الحقبة المهمة من تاريخ وسط السودان وانتشار الإسلام هناك. معنا دكتور عمر حميدة، أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم. من هو الشيخ عجيب المنجلوك صاحب هذه القصة؟ الشيخ عجيب المنجلوك ابن عبد الله جماع، وعبد الله جماع هو شيخ من العرب ممن جمعوا المجموعات العربية
التي تجمعت في منطقة الجزيرة وحاربت مملكة المملكة العلوة في منطقة سوبة، وغضت عليها قضاء مبرما، ووضعت لبنات الدولة الإسلامية التي تعرف باسم السلطنة الزرقاء أو مملكة سنار أو دولة الفونج. أما الشيخ عجيب المنجلوك فهو ابن هذا الشيخ، ولعل شهرة الشيخ عجيب المنجلوك جاءت من شيئين: الموقف البطولي الذي تولاه أو قيادته للجيش في فترة مهمة في تاريخ الحروب ضد هذه المملكة المسيحية، والمرحلة الثانية عمله الديني ونشره للإسلام في ربوع السودان المختلف. في أي حقبة كان هذا الأمر؟ هذا العام في أوائل القرن الستاشر 1504 وما بعدها، ولعل مما اشتهر به من بطولات هو فتحه لهذا الحصن المشهور في قري، حيث أن هذا الشيخ بعد أن هربت القيادات العسكرية الكبرى من العاصمة الأولى سوبة، جاعلة من هذا الحصن مستقرا ومكانا تعيد فيه استعدادها لمهاجمة الجيوش العربية المتحالفة مع الفونج للقضاء عليها، تمكن هذا الشيخ من مطاردتهم ومحاصرة هذا الحصن، ثم دخل في داخل هذا الحصن مع جنوده وقضى قضاء مبرما على هذه المجموعات المتبقية التي هربت عقب ذلك من خلال النهر الذي نراه، هربوا إلى مناطق غرب السودان، إلى منطقة الحرازة في منطقة بالقرب من بارع. هنا كانت آخر معاقل العنج الذين هزمهم العبد اللاب المتحالفون مع مملكة الفونج. ما الذي بقي من هؤلاء؟ بين بيوت القرية الواسعة نغذ الطريق إلى مسجد قديم شاهد على تلك الأيام القديمة، كان مأهولاً إلى وقت ليس ببعيد حتى استقام جامع آخر كبير إلى جانبه، فانصرف الناس عنه وبقيت ذكرى القديم وشواهده. لم تكن هذه القرية عاصمة العبد اللاب الأولى فحسب، بل إن فيها حضارات أخرى قديمة تدل عليها تلك القبور الغريبة التي تتجه شمالاً وجنوباً على خلاف القبور الإسلامية التي تتجه شرقاً. قبور ترتمي على سطوحها الحصيات البيضاء اللامعة في حيشان عائلية مرتبة بنظام دقيق. هذه القبور القديمة جداً لا تنتهي مهمتها بانتهاء الحضارة، بل تبقى في مكانها لتضم إلى جانبها قبور الآخرين الذين تعاقبوا على أرضها، وربما تداخلت القبور وتضامت فصارت جبانة واحدة. لا تكف هذه القرية عن إدهاشنا، فثمة من يقول إن هناك آثاراً تدل على نهاية عصر العنج سنجدها على قمم جبال قري. في هذا المكان الحساس استطاع عجيب المنجلوك أن يستولي على هذه البقعة الحساسة، ونرى هنا بعض الحصون التي تبقت من هذه المدينة العظيمة المبنية على قمة هذه الجبال، ويمكن لمن صعد إلى تلك المناطق أن يجد الكثير من بقايا المدينة العسكرية التي استطاع عجيب المنجلوك الوصول إليها. في هذا المكان الحساس استطاع عجيب المنجلوك أن يثبت سلطة مملكة العبد اللاب التي انتشرت بعد ذلك وانداحت في أواسط السوداني وفي شماله وفي شرقه وفي غربه وفي جنوبه، وتمكنت هذه المملكة من نشر الإسلام إلى مناطق واسعة وكبيرة من هذا البلد. علينا أن نسلك الشعاب الصخرية المحاذية للنيل بين الحقول المزروعة الخضراء حتى نشاهد المصفوفات الحجرية على حواف القمم. اختلفنا حول أسهل طرق الصعود إلى القمة، بعضنا
أخذ طريقا مستقيمة غير عابئ بالصخور التي ستعترض طريقه. أما نحن فقد اخترنا طريقا ملتوية متدرجة، واستعنا على عناء الصعود بعصا تشبه عصا الحكيم وجدناها على سفح الجبل. نحن الآن نصعد باتجاه القصر الجمهوري أو القلعة الملكية، وهي قلعة ضخمة تتسع لنحو 3000 مقاتل حسب تقديراتي أنا، وسنجد فيها الكثير من المفاجآت التي لم أتوقع أن نجدها في مثل هذا الموقع الجبلي العالي جداً. رافقنا في هذه الرحلة بعض أحفاد قائد جيش العبداللاب الذين لم يدخلوا هذه المنطقة من قبل، كانوا يروون حكاياتها من أسفل القمة. بعد سقوط سوبا اتجه العنج إلى عاصمتهم الثانية قري، وأفرد الشيخ عبدالله جماع ابنه الشيخ عجيب المنجلوك لتطهير هذه المنطقة من آثار العنج. وصل الشيخ عجيب وفوق هذه الحصون كانت مملكة العنج أو بقايا مملكة العنج ترتكز هنا في الحصون هذه في أعلى القمة. الشيخ عجيب استطاع أن ينشئ أول دولة إسلامية وينتهي من جيوب العنج، ونحن الآن نقف داخل مسجد الشيخ عجيب المنجلوك الذي أسسه بمجرد ما أسقط مملكة علوى المسيحية. نحن الآن نقف في أعلى قمة وفوقها هذا المسجد الذي له مباني، أول مسجد في السلطنة أو في السلطنة الزرقاء في مملكة العبداللاب له مباني نشاهدها الآن، ونستطيع أن نقول إن من هذا المسجد كانت تدار أول دولة إسلامية في السودان. عقدت الدهشة ألسنتنا ونحن نتجول صعودا. إننا أمام مدينة كاملة. حجارة مرافقها ما تزال شاهدة على هذا المعسكر الكبير. نحن الآن قد استطعنا جمع بعض الأشياء والموجودات التي موجودة في قمة هذا الجبل في هذه القلعة العسكرية. هذا يمكن أن يكون المحراك أو المجرشة التي يجرشون فيها الحبوب، وهذا الحجر الذي يجرشون فيه الحب، هذا أيضا، هذه كلها مجارش كلها منحوتة نحتا. وجدنا أيضا هذا الحجر، هذا الحجر عبارة عن طوب محروق، طوب أحمر محروق كما ترون، وهو مصنع صناعة. وجدنا العديد من البقايا لكنها ليست كثيرة، مما يدل على أنه يمثل حقبة من الحقب ولا يمثل حقبة بعينها. حتى الآن لا نعرف بالضبط إلى أي حقبة يعود. هل كانت هذه الغرف مسقوفة بالقش والخشب أم بالطين؟ ربما هذا وذاك، لكنها لم تكن قادرة على الصمود طوال هذه القرون. هذه الغرفة الدائرية أو البيضاوية إن شئتم، أنا أعتقد أنها مستودع للمؤن، مستودع للحبوب التي كانوا يتغذون بها طيلة فترة وجودهم في هذا المكان. واضح أن هذه المستودعات كانت قليلة، يوجد هنا مستودع، ويوجد أيضا في الناحية الجنوبية مستودع آخر، مما يدل على أن هناك تحكما مركزيا في توزيع هذا الطعام، وأنه كان قليلا بسبب طبيعة هذه المنطقة العسكرية وتعرضها الدائم إلى حصار
وإلى خناق في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية من الممالك المختلفة المتعاقبة على هذا المكان. هذا هو المسجد، كنا نظنه في البداية بهوا سلطانيا، وكانت هذه الحجارات تضللنا ونظن أنها بقايا شيء، ولكن تبينا بعد ذلك أن هذه الحجارة حجارة متكسرة ومنبسطة في هذا المكان. هذا المكان على شكل مربع تقريبا، واتجاه القبلة فيه باتجاه الشرق نحو مكة مباشرة. في تقديرنا أن هذه الصخرة، وهنا أيضا صخرة مقطوعة، كانت مكانا لوقوف الإمام في هذه المدينة العسكرية. هذه ليست قناة مائية، إنما هي جزء من جدار. هذا الجدار كما ترون مكون من تلك الحجارة الصلبة، الحجارة الحمراء، حجر بجوار حجر بجوار حجر بجوار حجر، أربعة أحجار تشكل هذا الجدار للمرابط السفلية لهذا الحصن الموجود في جبال قري. هنا كان ملوك العنج أو من قبلهم، أو حتى الشيخ عجيب المنجلوك عندما احتل هذه المنطقة وحررها من سلطة العنج أو سلطة جنود مملكة علوة، كانوا يحتمون بهذا المكان ويتحصنون به من خلال هذه المرابط السفلية. لا يمكن أن نغادر قري دون أن نزور الرجل الذي سجل حضوره التاريخي في هذا المكان. هناك تظهر قبته التي يرقد تحتها ضريحه، حيث تجد التكريم والدعاء من أهله الذين ما يزالون يتوافدون في مواسم لزيارته والافتخار بتاريخه. إنه الشيخ عجيب المنجلوك. دكتور، يقولون إن الإسلام انتشر في أواسط السودان من الشمال، أي من ناحية مصر، وقيل أيضا إنه جاء من ناحية الغرب، من ناحية المغرب العربي. نعم. لكن يبدو أن ثمة مقولة أخرى تتحدث عن شيء آخر بالإشارة إلى هذا الرجل. الإسلام جاء إلى السودان من مناطق ثلاث، جاء من مصر ومن الحجاز ومن بلاد المغرب. ولكن أهمية هذا الشيخ كما ذكرت أن له أهمية دينية في نشر الإسلام في السودان. هذا الرجل عندما أصبح حاكما على مشيخة العبدالله والتي عاصمتها قري التي نحن نتحدث في أرضها الآن، هذا الشيخ استطاع أن يؤلف مجموعة من العلماء ويأتي بهم إلى السودان وأعطاهم الأراضي والأوقاف لكي يقيموا ويستقروا في هذه المشيخة، ومنها نشر الإسلام. ولعل هذا الشيخ هو من أسهم، هو من أول، أو كما يقال هو أول من أعطى مرتبا للمعلم في السودان، بمعنى أنه استجلب هؤلاء العلماء من المغرب ومن الحجاز ومن مصر وجاء بهم إلى هذه المنطقة وهيأ لهم كل الفرص للاستقرار والإقامة ولتعليم الطلاب السودانيين مبادئ القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم الإسلامية. لذلك نشأت الخلاوي وتطورت. شيء آخر، فقد تمكن هذا الشيخ من فتح طريق جديد للحج، تمكن من خلاله أن تتحرك القوافل من وسط السودان من قريها هنا إلى بربر ثم إلى السواكن، وكان هذا هو أول من اخترق هذا الطريق، وهنالك أسطورة سواكن مشهورة. طريق نعم. الميناء البحر الشهير على البحر الشهير. الأحمر نعم. ولعل الشهرة هنالك شيء يجب أن تبي الأسطورة هنا موجودة. قيل أن العقبة اعترضت طريق الغوافل، سلسلة جبلية معروفة في جبال البحر الأحمر. نعم. ولكي تعبر قوافله عبر هذه السلاسل من الجبال، قيل أنه جاء بسمن، كميات كبيرة من السمن، وحرق الصخور فتفتتت وعبر من خلالها وأصبح يعني عمليات تفجير، يعني عمليات تفجير عبر السمن. ما زال أحفاد عجيب المنجلوك يحتفظون بتراث العبدالله بتلك الطبول النحاسية الضخمة التي يضربون إيقاعاتها عند الحرب وعند استقبال الضيوف الكبار وفي المناسبات الجليلة. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل،
حضارة ممتدة، حضارة ممتدة. يا منارة التاريخ.